كاين العياء الشديد، فقدان الحيوية، كاين اضطرابات نفسية والتوتر، كاين بعض العلامات ديال السمنة، إفراط في الوزن، هي تتكون عند الناس اللي عندهم نقصان، والضعف الجنسي. السمك سورتو السومون والطون ولي كروستاسي هادو مهمين. كاين البيض غني بالكوليسترول اللي هو من تتكون الهرمون تستوستيرون. كاين بعض الخضر اللي سورتو البروكولي، الشوفلور، الشوفوج حتى هما، وكاين بعض الحبوب بحال الحبوب ديال لافوان، وكاين فاكهة الافوكا، وكاين اللوز. دونك هاد الأطعمة هادي جيدة، وحتى الأطعمة اللي فيها الأوميغا 3 مزيانة باش ترفع لنا من مستوى الهرمون التستوستيرون، حيت هاد الأطعمة تكون فيها لوزانك، وتا هو مهم في الميتابوليزم ديال التستوستيرون. تنعرفوا ان الهرمون التستوستيرون عند المرأة تكون قليل في الدم، 6 حتى 7 المرات قل من المستوى اللي عند الرجل، وهذا الهرمون التستوستيرون تتصايب في الغدة الكظرية اللي هي لا سورينال فوق الكلوة، وشوية في لي زوفير. دونك ترتفع في 2 حالات مرضية، سواء في أمراض الغدة الكظرية ليبربلازي سورينالين، ولا ملي تكونوا أورام في هاد الغدة. ثانيا في الحالات ديال الأمراض المبيض، سواء في هادوك المبيض المكيس زوبيكا، ولا في الحالات اللي تكون اورام في المبيض اللي تيسكريتيو هاد الهرمون تستوستيرون. والعلامات ديالهم عند المراه هي الهيرسوتيزم، يعني تواجد الشعر في شي اماكن اللي ما خصوش يتواجد فيها، بحال اللحيه، موستاش، في الاذرع وفي الارجل، وتغير حتى في الحلق، يعني تتكتسب بعض لي سين دو فيريليتي ماسكولين. تنقولوا لا، العامل النفسي لا يسبب انخفاض، بل العكس، انخفاض هرمون التستوستيرون يسبب اضطرابات نفسيه. نعم، السمنة سبب، حيث في الخلايا ديال ليزاديبوسيت اللي هما الخلايا ديال اللي تكونوا في السمنة، تحولوا لنا الهرمون التستوستيرون الى هرمون انثوي لوستراديول اترافير واحد الانزيم سميتو لاروماتاز. وهاد لوستراديول من ترتفع في الدم اللي هو هرمون انثوي، تخفض لنا المستوى ديال الهرمون LH اللي كاين في الغده النخاميه، اللي هو تيتحكم في الخصيه باش تسكريتي الهرمون تستوستيرون. دونك اللي عندهم السمنه، افراط في الوزن، يكون مشكل ديال انخفاض الهرمون تستوستيرون، وتتزاد داك الهرمون ديال الكورتيزول، وتكون اضطرابات هرمونيه. دونك السمنه حتى هي مرض، تقد يعطينا انخفاض في هرمون تستوستيرون.